السلام عليكم. اليوم مباراة يوفنتوس اي سي ميلان. لا 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 اي والله اعرف والمفروض ما ادري ايش كذا شنقل ومنقل يعني اهلا ها برنامجكم حلو حماس. والله وقتك والله انت مره مو وقتك. يهو يهو ما يصير كذا مع الصباح. لا لا على اخر مره لا يا كابتن ما انت شايفني لي ساعه مستني هنا انا متاخر على دوامي انت تيجي تخش على طول كذا كيف كذا ما يصير ما عندك اخلاق. سألخص اهم اربعه اسباب للاخلاق يا عمي الاخلاق خدها محمد صلاح. صلاح الله عليك يا فخر العرب. يا اهلا وسهلا فيكم في برنامج من الكيس. طبعا ما يحتاج تقطع تذاكر سفر وفنادق وحتى تأشيرات عشان تحضر مباراة يوفي واي سي ميلان لانه يا حبيبي ايطاليا جات لعندك. خش لي بوفون اليوم كيف شايفته اليوم؟ مين؟ حارس اليوفي. ما اعرف ترى انا ماني في اليوفي ما قلت لك ماني في اليوفي. انت هذا من كيسك ولا اسم؟ لا لاعب والله من جد موجود. قلت والله انت ها؟ والله لاعب. طيب اوكي خلاص. هو صراحة لاعب بس ما يلعب في اليوفي. شوف موضوع ثاني تفضل. نتكلم عن الرياضة بشكل عام. حبيبي انا انسانة مدريدية اتحادية. انا للاسف اشجع الاتحاد. ايش معنى اخترت الاتحاد؟ هذا السؤال. والله سؤال جيد. شوف يا تختار الأول يا الأخير هو الناس حطها. كريستيانو راح النادي الأهلي يتمرن زي ما كلنا عارفين يعني. هذه يعني صفقات الشتوية هذه أنت ما تدري هذه حصريات. نايس نايس. وصار في لقاء بينه وبين أبو عمر مؤخرا في الليل. بين كريستيانو وأبو عمر. إيه نعم كريستيانو وأبو عمر. نايس نايس. واكتشفوا بعدين إنه كريستيانو أول بدأ يلعب أبو عمر كان مخلص جامعة فيعني ما زبطت. فقالوا عمو. يا شباب ايش تعرف عن الاكل الايطالي؟ بيتزا حلو لازانيا سباجيتا ايش سباجيتا لازم تقولها كذا بطريقه ايطاليه. اوكي اوكي. احب ديبالا والله. احب ديبالا اي والله. ليه تحبه يا اخي؟ لعيب لعيب اي والله لعيب مره لعيب 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 يا اخي ما شاء الله عليه. يا ولد انت خبيث. همت 10 10 10 يا والله ما تروح. والله ما تروح. سؤال اللي يقول لي ميلان في مدينة في إيطاليا؟ إيطاليا ميلان. أيوه. ميلان في مدينة في مدينة. والله ما أدري. والله حتى أنا ما أدري إيش الهرجة. ميلان. ميلان. سلام عليك. حلو ميلان. ميلان. ميلان في ميلان. حلو حلو. طب يوفنتوس في مدينة في إيطاليا؟ والله هذه ميلان من مدينة ميلان. صح. حلو حلو حلو. يوفنتوس في مدينة يوفي. ميلان في مدينة ميلان. يا سلام عليك. حلو. طيب و يوفنتوس مدينة يوفنتوس فأي مدينة؟ في ميلان. حلو. طب يوفنتوس من أي مدينة؟ يوفنتوس. حلو ما شاء الله. فين مدينة يوفنتوس؟ جميل. يوفنتوس في تورينو مدينة تورينو. الولد إيطالي. المدينة تورينو بس هذا اللي أنا أعرفه بس. المباراة بين مين ومين؟ بين برشلونة وريال مدريد. حلو. ما نعرفه يبا ما نعرفه. تعرف ايش امنيتي؟ ايش امنيتك؟ والله باخذ تيشيرت كريستيانو بس. انت تبغى كريستيانو؟ والله كريستيانو بس. انا من كثر انه الموضوع صعب حقك تأتأت في الكلام. لا مو صعب. والله مو صعب. في شيء صعب؟ لا ما في شيء صعب. تقدم الى الامام نحن معك.
سوف تصل. طيب يلا نروح ناخذ الانتشار. هاي يلا سلام. يلا اوكي. هاي يلا. طقيت يسار يمين دشيت يسار. اروق واحد هنا. شايف بس بس. منصة ما انت محترم اي شيء. الله يعطيك العافية. لازم تروق. ها؟ لازم تروق. لازم تروق. مبسوط انا وربي اطلع الفل من راسك. وربي. جميل. هذا السؤال اللي بعده. طيب. يقول لك مين هو اللاعب الملقب بالسيدة العجوز؟ بالايش؟ السيدة العجوز. بالايش؟ السيدة العجوز. اعطيني المايك انا اروح اسال واجيك. دقيقة واحدة بس طيب؟ دقيقة بس. مين اللاعب اللي يسموه بالسيدة العجوز؟ تبغى خيارات قل لي. اوكي، اعطيني خيارات. بيرلو، بوفون، محمد نور. اختار. بوفون. صراحة أنا لو كنت مكانك كنت اخترت محمد نور. محمد نور؟ اوكي، أنا معليش أعيد السؤال مرة ثانية. مين اللاعب اللي يسموه السيد العجوز؟ محمد نور. صح. يلا. ميلانو، فريق ميلانو من أي مدينة؟ إسبانيا؟ لا إيطاليا. كت. بيرل. بيرل. صح. طب بوفون؟ طبعاً عجوز بيموت. ها طيب شو ها مين السيد الملقب بالسيد العجوز؟ بيرلو. بيرلو؟ بيرلو. متأكد إنه بيرلو؟ ها بوفون. أنا أقول لك بيرلو. الله أتوقع إنه بوفون. بارك الله معلومات. المعلومات الكروية مبهرة. ختمت أم المستديرة. ختمت أم الأكياس أحب أقول لك. ميسي يلقبونه بالسيد العجوز. والله أنت العجوز. دي انا مش مصدقه نفسي، انا مبسوطه جدا 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 بالحدث اللي حصل ده والنهارده. الله عليك يا فخر العرب. وزوجه؟ لا انا ما عندي، لا انا ما عندي غير للاهلي جينا من كل مدينه طبعا، اللي انا بشجعه اليوم فاز واخذ السوبر. واللاعب اللي انت تحبيه برضه سجل ولا؟ طبعا سجل. الله اكبر، كريستيانو معقوله؟ هذا كريستيانو. سي لاعب، لو في لاعب سعودي كده في بالك كنت اتمنى تشوفه معاهم. أنا سالم الدوسري مع إن اتحادي، بس والله أتمنى سالم الدوسري لأنه لاعب ما شاء الله مشتاق على نفسه. طبعاً انتهت تغطيتنا لليوم، انتهت كأس السوبر الإيطالي، ثمنا لمين؟ كانت لليوفي يا صاحبي، فازوا 1-0 بهدف كريستيانو. ميلان إلى الآن هو في اللقب السابع، 8 لليوفي. طبعاً أجواء اليوم كانت فوق الخيالية، إعلاميين إيطاليين، إعلاميين عالميين كانوا برضو موجودين معنا. ما غمز لك؟ غمز لي كريستيانو. كليني اللي يبغى من شيء من كريستيانو رونالدو، خلاص انتهى الموضوع عندي. فانا دحين صرت نجم من الكيس. ممتاز. اشتركوا في من الكيس، شغلوا تنبيهات، تابعونا في انستغرام سناب شات. اديهم بوسعد الحين.